ذكرهم وبعطرهم ومسيرتهم الاسم الكريم سيدي عطره بالزعبي. والنعم ثلاث مشايخ درسونا بالسبعين مدرسة رواد معهد الإمام الشرعي، محمود زبعي الزعبي، محمد زعبي، بشير الزعبي. من الغارية ولا مولد ولا حري؟ أنا بالزيدة. والنعم والله. إي والله مقام إشعاب الزعبي بسوريا. علي رفاعي كان يجي عند الله يرحمه الوالد سيادة الرفاعي. أيوة. كان رئيس وزير الدولة شو المجلس الوزراء. أيوة. ورئيس بلدية الكويت. أيوة. وأنت حضرت سيد الزعبي؟ لا والله. دو دمخي كان الأستاذ صغير. أنا إجاني الفيديو مال الحضرة ناس كثير، وحاضر السيد أبو مصطفى فؤاد الرفاعي، وحاضر شو اسمه أبو حسين الرفاعي، وعواد الرفاعي، وبهلول الرفاعي، وسرور الرفاعي. بسألك منو أشهر المشايخ الحوارنا من كل الزعبية حريرية رفاعية صلخدية قطاعين؟ كان مفتي أبوه كان شيخ المشايخ الزعبية والشيخ الوجاهة كله شرعي. الشرعي في كان لا بايزيدي، يعني بايزيد هو كان عبد العزيز، عبد العزيز مفتي درعا وشيخ بايزيد هو عبد العزيز بايزيد له صوره مع الوالد. وغيرهم كثير في والله سبحان الله. زين انت حضرت هالجلسه هاي ما تتذكر؟ لا حضرت، انا كنت هون بالكويت وحضرت يعني مرات مره اجل عند على العباسيه، كان هو عندهم كان ايام الشيخ حسن طن ومحيد محمد ايوب الستاو. اي صح، حسن ايوب ولا محمد ايوب؟ محمد ايوب وحسن طن. محمد ايوب مين؟ المصرح كان هون يجي عنده الشيخ، كان بالكويت كمان والسعوديه، هو يروح على السعوديه، كان السعوديه بعدين. بيت مين بتجيب الشيوخ؟ بيت نسايب دعبول. دعبول لا. دعبول 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 ايه نسايبكم ايه مال اللي يسوي شواهد. ايوه ايوه محمد اكرم دعلو. اكرم اكرم محمد موجود بس مخبي حاله. معك رقم؟ اي عندي الحين اعطيك اياه. الله يرحمهم الجميع الفاتحه. اكرم ولا محمد؟ لا محمد اكرم دعلو رفاعي، هو يسوي شواهد القبور بس ما يحضر مغرب برا، ما يرضى يدخل، خلي الشواهد عند الباب. بس هلا له منافسين من دريته وغيره. فاتحه انت قديش رقمك؟ عشان اذا سمعك اعطيه رقمك. اسمك الكامل سيدي؟ شعاب الزعبي وين مقامه؟ حوران بالمسيفرة. مسيفرة ها؟ اجت النصرة، جبهة النصرة فجرته. لا حول الله، غفر الله لهم. الله يساعد المسلمين، الله يسامحهم وغيرهم.